السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا شيخنا، الخط قطع. كنت بتكلم عن شرح السنة البربهاري، الخط قطع سمحت. شرح السنة البربهاري على سبيل المثال في الحقيقة تكلم كلاما لا أنا ولا أنت نرتضيه، أن يقول كتابي هذا هو الحق ليس فيه حرف باطل، ومن لم يصدق بكتابي هذا فيشك في إيمانه ويشك في، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة التي أوردها وكذلك بعض التقريرات التي قررها، وإن كان في الجملة طيب، فيعني ما في كتاب كما أسلفت القول. الإمام أحمد قال كلمة مشابهة في أصول السنة، قال ومن خالف خصة من هذه الخصال لن يكون من أهل السنة. عد والله لا نستطيع أن كما أسلفت القول. الإمام أحمد في أصول السنة قال ومن خالف خصة من رسل الله الكرام، وعد مسائل يعني متفق. إذا كان عد مسائل ما أقول، إذا عد مسائل مجمع عليها بين العلماء له أن يقول ذلك، لكن تقول كتابي هذا الذي يخالف في حرف فيه أو في كلام تدعي، ما يدعي أحد لنفسه الأصمة. لعلك فهمت كلام الإمام أحمد كلام فهما في يعني خلل في فهمك، والله أعلم. السلام عليكم.